السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكم في الحصة الثانية من درس استعمال المسطرة والموجه لتلامذة المستوى الأول ابتدائي. بعد أن تعرفنا على كيفية إنشاء خطوط مستقيمة منحنية ومنكسرة، سنحاول في هذه الحصة أن نقوم بمجموعة من التمارين التطبيقية كما اعتدنا عليه في بداية كل درس. نبدأ بنشاط الحساب الذهني. كما تلاحظون لدينا هنا مجموعة من البطاقات من 1 إلى 8. المطلوب منا هو كالتالي: ما هما العددان اللذان يمكن الحصول بهما على العدد 9؟ نأخذ مثلا البطاقة المكتوب عليها العدد 1. إذن 1 زائد كم يساوي 9؟ فلنفكر جماعة. إذن 1 زائد 8 يساوي 9. أحسنتم. نأخذ مثالا آخر، البطاقة رقم 4. إذن 4 زائد كم تساوي 9؟ إذن 4 زائد 5 تساوي 9. صحيح، أحسنتم. نمر للنشاط الموالي. نقوم برسم نقطتين متباعدتين، ثم نقوم بأخذ المسطرة ونضعها على هاتين النقطتين، ثم نقوم برسم خط مستقيم. ننتقل إلى التمرين الأول، حيث يقول السؤال: أتمم رسم الخطوط بالمسطرة. كما تلاحظون لدينا هنا شكل فيه 5 خطوط مستقيمة غير مكتملة، حيث تم محو وسطها. المطلوب منا هو أن نقوم بإتمام هذه الخطوط باستعمال المسطرة. إذا نأخذ المسطرة، نضعها على الخط، ثم أتمم رسمه. ننتقل للخط الثاني، ثم الخط الثالث، ثم الخط الرابع، ثم الخط الأخير. نمر إلى التمرين الثاني، حيث يقول السؤال: أرسم بالمسطرة الخطوط المستقيمة. كما تلاحظون لدينا هنا رسم عبارة عن خط متقطع مركب من خط مستقيم وخط منكسر وخط منحل. المطلوب منا هو أن نقوم برسم الخطوط المستقيمة باستعمال المسطرة. نأخذ المسطرة ثم نضعها فوق هذا الخط المتقطع ونربط بينها بمستقيم. لنتمم الرسم. لدينا الخط المتقطع الذي هو عبارة عن خط منحل، والمطلوب منا هو أن نتمم رسمه باستخدام القلم. إذا نغير، نأخذ قلم مغاير ونقوم برسمه.
لنحصل على هذا الشكل. أعزائي الصغار، وصلنا وإياكم إلى نهاية الحصة، ولا تنسوا إنجاز التمارين الموجودة في الكراسة، وإلى ملتقى آخر إن شاء الله.